لا يمكن أن نعبد الشيطان، أن نطيع الشيطان. شيطان دخوب شط خنوقم أبجي أم ديدا وخنوقم، لأن الشيطان يريد منا أن نعصي الله سبحانه وتعالى. شيطان رزخوي الزش هاي لحشكم دق بغدا جنر أب قتري الحار دم غزا جنر. لابد أن نكفر بجميع ما يعبد من دون الله. هل حشكم شنا مجا زخوا بشلخر آخر بصوري بججت جنوي. لا يمكن أن نرضى أن نعبد من دون الله، يعني لو جاء إليك إنسان وانحنى لك بالركوع والسجود لابد أن تنكر هذه العبادة، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. دا ديفاف وش تنخير هل حشكم خبشتنرا هل حشكم شن نمجاز قرم خبشتما دار دي قم تيخوان خويم زغورم بساسلم بابشا اللي حشكم شنامجا يسو جود يرو كوع خويشما ابد باوفن خويش ار ومش مرتمم جد وجدن خويش. ولا يمكن لأحد أن يصنع ما صنع فرعون، أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. فرعون دعا الناس إلى أن يعبد من دون الله، لا يمكن أن نصنع هذا. زمي خوفاشا ام فرعون ريشار يجنر فرعون رقو فريت خام يا جري اش سراش فيتحر صفق خوبشط ار زي مخنرا او دت خنقم. ولا يمكن لاحد ان يدعي معرفه الغيب، معرفه غدا ماذا سيقع، وهذا يكفر كفر اكبر من يدعي معرفه الغيب. او دقبس خن ام تخم جينر سق خنر سوشا سا زمان دجر قخونر سوشا ففمشار سا سوشا علم الغيب بخوا أراش أودو جزء أتخر جور مخ كافر مخ. لابد أن نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. دق التيلش دي أخر زخد غجنو زغور دي زخوا قدخوا نوج بغمبارم صلى الله عليه وسلم يشريعة زخد غجنر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، آمين. على حشكم سخوشة جي شيخ فر سر بسوري على حشكم توحيد مدتيتو دونيم تتريغة جنوب.